هذا يسأل عن إدخال الطعام في الحرم، ما يسمحوا لك تدخل الطعام في الحرم. الحرم ما هو مطعم، الحرم محل عبادة، إذا أردت تأكل تخرج إلى المطعم وتأكل. والمعتكف إذا كان ما فيه أحد يحضر له الطعام ويأخذ بقيته ويرجع بها، ما في أحد يخدمه، يخرج للوجبة ويأكل في المطعم ويرجع، ما في بأس.